بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأتحدث عن اللوب وايل. سأقوم بعمل مثال أولا، ثم سأقوم بشرحه من أجل تسهيل الفهم. في هذا المثال سأقوم بكتابة من 0 إلى 10 في الكونسول. نضع var i تساوي 0، حسنا، while i أصغر أو تساوي 10، console.log i ثم i تساوي i plus 1. دالة اللوب وايل لها نفس الدور دالة اللوب فور، فهي أيضا تعتبر من دوال التكرار. في هذه الحالة قلت له أن يبدأ العد من رقم 0، سيقوم بالتحقق هل i أصغر أو تساوي 10. هي فعلا أصغر أو تساوي 10، لأن i في هذه الحالة تساوي 0، إذا سيقوم بإظهارها في الكونسول، ثم سيقوم بإضافة 1، ثم سيقوم بتكرار العملية. الآن i أصبحت 1، سيرى هل هي أصغر من 10، ثم سيقوم بإظهارها، ثم سيقوم بإضافة 1، وهكذا سيقوم بتكرار العملية إلى أن يصبح i أكبر من 10. سنقوم بالتحقق من الكود أولا. حسنا، سأقوم بفتح الصفحة من جديد وأقوم بالدخول إلى الكونسول. حسنا، لقد أعطاني من 0 إلى 10. مثلا أردت أن أكرر hello world أكثر من مرة عن طريق دالة while. نقوم بعملها هكذا، var i تساوي 0، سأقول له أن يبدأ العد من 0. يمكن أن تكتب له أن يبدأ العد من 1 أو من 10، أنت التي تحدد لهم أن يبدأ العد. نضع while i أصغر أو تساوي 10. حسنا، كونسول أو حسنا كونسول.log سأقوم بوضع hello world، ثم يجب أن نضع هنا الأندكس لكي تقوم بتكرار hello world أكثر من مرة. في هذه الحالة سيقوم بتكرارها 11 مرة، لأنه سيبدأ من 0 ويتوقف عند 10. وهنا نقوم بوضع i تساوي i plus 1. كما لاحظنا أنها نفس دور دالة الفور لوب. حسنا، لقد قام بتكرار hello world 11 مرة من 0 إلى 10. يمكن أيضا أن نقوم بكتابة اللوب while هكذا. نضع var، سأقول له أن يبدأ العد من 0 مثل المثال السابق. حسنا، ثم نضع هنا do console.log i ثم i تساوي i plus 1. هذه فقط طريقة جديدة لكتابة اللوب while. ثم نضع هنا while i أصغر أو تساوي 10، يجب أن يعطيني نفس النتيجة، يجب أن يعطيني من 0 إلى 10. هناك خطأ في الكود، تدر هنا يجب أن أحذف space. حسنا، لقد أعطاني من 0 إلى 10 في الكونسول، وهذه طريقة جديدة لكتابة اللوب while. الآن سأقوم بشرح اللوب control. سأقوم بوضع var i تساوي 0 for i. حسنا، for i هنا سأقوم بحذف هذا، سأقوم بكتابته هنا تساوي 1، ثم i أصغر أو تساوي 10. i plus 1. استمر الآن معنا كلمة اللوب كنترول. حسنا، قلت له أن يقوم بكتابة من 1 إلى 10 في الكونسول، ولكن سأقول له عندما يصبح i تساوي قيمة 4
قم بعمل بريك، توقف. حسنا، ثم قم بإظهار كونسول دوت لوج، قم بإظهار اي في الكونسول قيمة اي. سيبدأ العد من واحد، وعندما سيصل إلى أربعة سيتوقف، لن يكمل إلى عشرة لأنني تحكمت في اللوب فور وقلت له أن يتوقف في أربعة. حسنا، لقد توقف في أربعة، لم يصل إلى أربعة. عندما وصل إلى أربعة توقف البرنامج، لم يظهر لي قيمة أربعة لأنه كان قد توقف. بدأ من واحد، اثنان، ثلاثة، وعندما أصبح إلى أربعة توقف، لم يكمل البرنامج، لذلك لم تظهر قيمة أربعة. وهذا هو معنى اللوب كنترول، أي أننا نقوم بالتحكم في اللوب فور. الآن سأرى مثال آخر. مثلا قلت له أن يبدأ العد من واحد إلى عشرة، وقلت له عندما يصل إلى أربعة لا يقوم بعمل بريك بل كونتينيو، أكمل. سيبدأ العد من واحد، اثنان، ثلاثة، عندما سيصل إلى أربعة سيرى أنني قلت له كونتينيو، سيكمل، ولكنه لن يظهر لي قيمة أربعة. في تلك اللحظة قد توقف البرنامج لكي يتحقق هل I تساوي أربعة. عندما وجد أنها تساوي أربعة قام بإكمال، مثل بريك، قام بعمل بريك هنا ثم قام بإكمال. عندما قمنا بعمل بريك توقف عند ثلاثة، لم يظهر لي أربعة، هكذا مثل قلت له عندما تتوقف في أربعة قم بإكمال البرنامج. سيعطيني من واحد إلى عشرة دون كتابة أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، لم يقم بكتابة أربعة في الكونسول. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وشكراً.